السلام عليكم شباب وشباب، رحب فيكم بالحلقة 13 من قناة سيف المعلوميات. سيف المعلوميات، هاي الحلقة عن طريقة حذف حساب تويتر نهائيا عن طريق السيتينجز، دي اكتف ماي اكونت، اصدقائي دي اكتف، بنضع الباسورد، باسورد ريمبر، this is goodbye for you دي اكتف. بهالطريقة نحن بنكون حذفنا الحساب، معناه اننا نستنى 30 يوم بهالطريقة بنكون حذفنا حساب نهائيا. هاد كان كل شيء اليوم، بتمنى تكون عجبتكم هاي الحلقة، لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك وشير للفيديو. شكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.